دي بلادي لك حبي وفؤادي، دعائنا دايما لهذا الوطن. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، واللهم ارزق أحيائنا الخير والهداية والصلاح لهذا الوطن، واللهم ارزق هذا الوطن الأمن والأمان. السلام عليكم ورحمة الله يا مولانا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي الكبير، أنا آسف أن أنا أبقيتك كثيرا، لكن زي ما قلت لك الجواهر تبقى للنهاية حتى تستمتع الناس بها. أعزك الله، ربنا يبارك فيك. خطوة عزيزة ومشرفنا، كان يعني غياب طويل عن البيت بيتك ومصر النهاردة، لكن يعني الحمد لله المستقبل إن شاء الله يبقى إن شاء الله، ربنا يبارك فيك. فضلت الشيخ، أنا سمعت كلام كثير لفضلتك سواء في الصحف أو في وسائل الإعلام منذ انطلاق ثورة 25 يناير، وكنت حابب استضافة فضلتك علشان توجه كلام مباشرة للشباب وللشعب المصري في كيفية استثمار المسلمين والشعب المصري كله لمنجزات هذه الثورة. إيه اللي نقدر نكسبه؟ إزاي نبني على ما تحقق دون أن نتعرض إلى السلبيات التي تحدث دائما في زمن فيه فوضى أو فيه بعض الفتن أو فيه بعض المتآمرين على مصلحة هذا الوطن؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فأود بداية أن أربط قلوب شعبنا المبارك بالله عز وجل. فالحديث كثير والناس يشعرون الآن بشيء من الألم، ويتمنون جميعا من آبائنا وأمهاتنا بل ومن المسؤولين أيضا أن يسمعوا كلمة ترطب قلوبهم وتجدد الأمل في القلوب، يا ريت، وتجدد الإيمان بالله سبحانه وتعالى والثقة فيه، ثم الثقة في هذا البلد ومقدراته ومكتسباته بشبابه وشيوخه. فأنا أتعمد دائما في ظل هذه المحنة التي أسأل الله أن يجعلها منحة على مصر وعلى الأمة كلها، أن أربط القلوب وأن أردها إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أنا لا أريد أن أؤصل، إنما فقط أود أن أقول بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. أصل كما شئت بس بسط. حاضر، فضل. الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية هي التي يعنيني أن أتحدث عنها الآن، ألا وهي أن ما وقع في بلدنا بل وما يقع في العالم كله أو في الكون لا يقع إلا تحت سمع وبصر الملك الله جل وعلا يغار. هذه صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أغير على المستضعفين من الله، وليس أحد أغير على المظلومين والمقهورين من الله. فالله جل وعلا يغار. يعجبني جدا هذا الحديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاد المهاجرون من أرض الحبشة، فسألهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقالوا: يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل قلة ماء على رأسها، فجاء فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها بين كتفيها ودفعها فوقعت على ركبتيها فانكسرت جرتها، فوقفت بركت المرأة على ركبتيها ونظرت إليه ثم نظرت إلى السماء وقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم، سوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. الشاهد ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبيب: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها وقويها. إذن لابد أن نعلم أن ما وقع أخي الحبيب تامر إنما وقع وفق إرادة الله جل وعلا. ينبغي أن نعلم يقينا أن الأمر أمره، وأن القدر قدره، وأن التقدير تقديره، وأن الملك ملكه. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. يا إلهي، كل يوم هو في شأن. انظر إلى
أشخاص بأعيانها الآن، وأنا لا أحب أن أسمي أسماء، انظر إلى أشخاص بأعيانهم الآن أين هم، وكانوا بالأمس القريب قد ساموا الناس شيئا من العذاب أو أذاقوهم كؤوسا مليئة بالظلم. سبحان المعز المذل، سبحان المعز المذل، كل يوم هو في شأن. يقول علماؤنا يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما وينصر مظلوما ويذل ظالما ويغني فقيرا ويفقر غنيا ويديل دولة ويزيل دولة ويأتي بدولة ويزيل حاكما ويأتي بحاكم ويداول الأيام بين الناس ويسوق المقادير التي قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هل تعلم أن جلستي معك الآن مقدرة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ يقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا أصل ينبغي أن نرد القلوب في هذه الأزمة إلى الله، لأنه ليس لها من دونه جل وعلا كاشفة، فلا بد من أن تفيء القلوب إلى الله، ولا بد من أن نرجع من جديد إلى الله لنقر له بالعجز والفقر والذل والانكسار، لأنه سبحانه وتعالى وحده هو القادر على أن يخرجنا مما نحن فيه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. المحور الثاني كما طيب. تفضل. عفوا أنا أسف فضلتك، بناء على هذا المحور الأول وهو فكرة، وأنا أتفق مع فضلتك في فكرة التأصيل. نعم. أن هذه شرعية قدرية كونية. جميل. من رب الخلق سبحانه وتعالى. نعم. هو السؤال المهم عقب هذا التأصيل، ما الذي يجب علينا أن نفعله؟ يعني فضلتك قلت أننا يجب أن نؤصل هذه الأمور إلى خالق الكون حتى نعرف أن ليس هناك كاشف إلا هو. جميل. طيب بس أكيد إحنا كعباد علينا دور. نعم. ما هو هذا الدور؟ بل يجب علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا هملا ولا تركنا سدى. تمام. وإنما خلقنا لغاية، خلقنا لوظيفة. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإشكال أن بعض أحبابنا يتصور أن العبادة تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والعمرة والحج فقط. أي. هذا قصور في فهم العبادة التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. المهم ما الذي يجب علينا الآن في ظل هذه الأزمة، لا أريد أن يعني أفرع المسألة. الذي يجب علينا الآن أن نعلم يقينا أن مصر الكنانة لن تكون أبدا إلا بشبابها وشيوخها. إن كان شبابنا، وأنا أشد على أيديهم فهم أولادي وإخواني، إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن آباءنا وشيوخنا وحكماءنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. ولا يمكن أبدا لأمة عاقلة أن تستغني عن شبابها أو عن شيوخها. ومن أنا شايف فضلتك مصر على هذا الربط حتى في بداية الحديث. نعم. تحدثت عن قوة الشباب مع الشيوخ، مع الشيوخ. لأن أمة تستغني عن شيوخها أمة محكوم عليها بالفوضى. لأن الحماس المتدفق الفوار إن لم ينضبط بالضوابط الشرعية وإن لم يكن منضبطا بالحكمة بمعناها القرآني والنبوي، هذا الحماس المتفلت قد يضر ولا ينفع. والعكس صحيح. والعكس صحيح. إذا كانت أمة تستغني عن شبابها فهي أمة ضعيفة وهنة. ولا يمكن أن يكون لها وجود بين الأمم، لأننا نعيش الآن عالما جديدا لا مقام ولا وجود فيه إلا للقوي المنتج. تمام. أنا أود الآن في ظل هذه الأزمة أن تستغني مصر بشبابها وشيوخها وعلمائها عن المعونة الأمريكية، تلك المعونة التي نذل بها في الليل والنهار. لا يمكن على الإطلاق أن تستغني مصر إلا
بسواعد شبابها وعقول شيوخها وأبائها، فأخشى ما أخشاه في ظل نشوة الانتصار ونشوة هذه النسائم التي نتنسمها كنسائم جديدة من نسيم الحرية، أخشى أن تكون الحرية متفلتا فتطاول بعض أبنائنا وأولادنا على آبائنا وشيوخنا، فآباؤنا وشيوخنا هم أصل وجود هذا الشباب، هم أصل وجود هذه السواعد الأبية. ما هي بعض ملامح هذا التفلت الذي تخشى منه؟ أخشى أن يتصور أولادنا وشبابنا أنهم وحدهم قادرون على التغيير وأنهم وحدهم قادرون على البناء. لا، بل لابد أن تتلاقى سواعد شبابنا مع عقول آبائنا وشيوخنا وحكمائنا. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. انظر إلى هذا الجمع النبوي البديع، ليس منا من لم يعرف، من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فلا بد أن يتلاقح فكر الشباب وهذا التوجه الجديد المبدع الذي يجب علينا جميعا أن نحترمه. تمام. لا يمكن على الإطلاق أن نتجاهل هذا الفكر المبدع الجديد الأخاذ الذي أبهر العالم كله، وأن نستغني بهذا الفكر عن حكمة شيوخنا وعقول آبائنا وحكمائنا، بل لابد أن يخطط ويفكر شيوخنا وآباؤنا كل في موقعه وكل في مكان تخصصه، وأن يحول هذا الفكر وأن تحول هذه الخطط على أيدي شبابنا هذه الشعلة المتقدة وهذا الحماس المتدفق إلى واقع عملي وإلى منهج حياة في كل ناحية من نواحي. طيب، كي نستغني عن المعونة الأمريكية وأي معونة، نحن نريد مساعدة من أحد، يجب أن نبني أنفسنا بأنفسنا. ماذا نفعل؟ يعني هل الآن بعد هذه الثورة وبعد هذا الجهد الرائع من الشباب الذي احتضنه الشعب، لأن برضو الشباب كان هو الشرارة أو الشعلة في البداية ثم احتضنها الشعب وهي ثورة حماها الجيش أيضا. جميل. علينا الآن، وحضرتك قلت في بداية الكلام جملة أخذتني شخصيا، وهي فكرة أن في كل قلب مصري الآن جرعة من الألم وجرعة من القلق على الغد. كيف نطمئن هؤلاء الأمهات والآباء والشباب اللي في البيوت أن ما فعلناه في 25 يناير يمكن أن يقود إلى غد مستقر في بلدنا؟ اسمح لي أن أقول في كلمة واحدة. تفضل. بالتجرد. 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 ما معنى التجرد؟ يجب علينا الآن أن نطوي صفحة الماضي، لا أقول بدون محاسبة لرموز الفساد أبدا، وإلا لما شرع الله العقوبات والحدود. تمام. فالله أرحم الراحمين، شرع العقوبات والحدود، وقال جل جلاله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن أرجو ألا نظل نبكي على اللبن المسكوب، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقام للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ذلك وهذا والشاهد يوم أن استطاع بأبي وأمي وروحي أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني القرآني والنبوي، ولكنه لم يطبعها على بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد في كل نواحي الحياة ليعمل، ليتألق هذا الجيل إخلاصا وصدقا ووفاء ونقاء وعملا وإبداعا وإنتاجا، يوم وضع صلى الله عليه وسلم كل رجل من أصحابه بقدراته وطاقاته الهائلة في مكانه المناسب. فيجب علينا الآن أن نبدأ العمل بتجرد، بإخلاص. بمعنى أنا الآن متواجد في المؤسسة الإعلامية الأستاذ تامر، يجب علي الآن أن أصيغ هذا الإعلام من جديد وأن أعيد ترتيب أوراقي في هذه الوظيفة. كيف أوظف الكلمة في هذا المكان الخطير في الإعلام المصري؟ كيف أوظف الكلمة توظيفا بناء؟ كيف أوظف الكلمة توظيفا يعيد للحرية ضوابطها ومسؤوليتها؟ كيف أوظف هذا الإعلام بطاقاته الهائلة
وكوادره المتخصصة الرائعة التي قتلت مواهبها طيلة السنوات الماضية، كيف أعيد صياغة الإعلام لدفع عملية البناء ودفع عجلة الإنتاج والعمل؟ الأمر يحتاج إلى تجرد في كل النواحي. في المؤسسة الإعلامية نحتاج إلى تجرد المخلصين، المؤسسة الدينية نحتاج إلى تجرد المخلصين، المؤسسة الاقتصادية نحتاج إلى تجرد المخلصين، المؤسسة الأمنية نحتاج إلى تجرد المخلصين. ودعني أؤكد لحضرتك على أن مؤسساتنا في بلدنا مصر مليئة بالشرفاء، مليئة